السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة معانا السبت البلاستيك ده، النهاردة هنكسيه عشان بنجهز تجهيزات شهر رمضان الكريم. عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، اللهم أمين. يلا نعمل لايك وأحلى لايك عشان خاطر حبيبة معانا النهاردة وبتصورنا، شجعوها ويلا نبتدي على بركة الله. أنا عندي هنا قماش أصلا في فايبر بطالة الجواكت، فأنا النهاردة هستخدمها إن أنا ألف بيها السبت. تمام؟ طيب طبعا لازم اكون مسخنه مسدس الشمع، دي هتفيدني ان هي تعمل بطانه للسبت. تمام، يا رب بس تكفي جوه وبره ان شاء الله. نعمل جوه الاول مسدس الشمع صف، ونبتدي نلزق الاطراف. اهو مسدس الشمع الشكل ده كده، عشان نحط فيه سجادة الصلاة اللي هنعملها مع بعض، ونحط فيه المصحف بالغلاف برضو اللي هنعمله مع بعض بإذن الله. طبعا إن شاء الله تجهيزات رمضان كلها مهمة وجميلة. حبيبي هتقول لكم كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين، حط لايك واشتراك عشان احنا بقالنا 4 ساعات عمالين بنصور. اهو عملنا الجنب ده وتحت والجنب ده كمان، وهنعمل الجنب ده برضو هنلزقه اهو الشكل ده كده. اعملوا لايك وتابعونا عشان نعمل افكار رمضان كلها مع بعض ان شاء الله باذن الله. عايزين كده نعمل جو رمضاني جميل وكل حاجه تبقى من ايدينا. اهم حاجة بس المسدس تكوني مسخناه كويس اهو. خلاص كده غلفناه من كل ناحية. من بره بقى عندي هنا قماش الخيامية، وهنبتدي بقى ايه نلزقه بقى من بره بقى من الخارج كده. هنلزق قماش الخيامية، المتر منه ب14 يا جماعة، مش غالي خالص اهو. بس طبعا باجي عند الحرف ده كده اهو بالشكل ده كده، وابتدي الزق اهو. التغليف سهل قوي طالما المسدس معاكي هيساعدك. كده خلاص خلصت من كل ناحية، ده كده القاعدة بتاعته. برضو قصيت لها حتة قماشة اهي عشان اعملها، ده كده الاسفل. بالتفاصيل في كل ركن من اركان السبت نكون كاسينه كويس، يعني ممكن حد يجي كده على غفله يعجبه السبت فيقول لك وريني كده عامله ازاي، فلازم ايه تكوني مهتمه برضو، مش ان احنا نعمله في كل ناحيه ونيجي تحت كده نقول اصله مش باين، لا لازم تهتمي بكل حاجه. خلاص كده غلفته من كل الجهات اهو زي ما حضراتكم شايفين، من الداخل والخارج. عندي هنا شراشيب اهي، هاخدها كده بالحرف عشان تديني كده شكل حلو اهي، وفي نفس الوقت لو في اي اثر لاي شمع او اي حاجه برضو بالدليل. السبت اهو يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين جماله بساطته، ده كده من الاسفل اهو، ده كده شكله. دي سجادة الصلاة اللي احنا عملناها، ان شاء الله هنقول لكم على الطريقة بتاعتها. تمام اهي، ودي الخداديات هتلاقوا الفيديو بتاعها في القناة، هسيب لكم الرابط بتاعها اهو يا جماعة. كده السبت
ودي سجادة الصلاة. تمام، هنعمل لكم كسوة، كسوة للمصحف ان شاء الله. هنعمل لكم طبق التمر الجميل باذن الله. ودي علبة المناديل اللي احنا عملناها اهي، دي الخدديات اللي احنا عملناها وهتلاقوها موجودة في القناة. كل دي تجهيزات شهر رمضان الكريم، اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات ان شاء الله. وتابعونا علشان تشوفوا بقيه الفيديوهات وتجهيزات لشهر رمضان باذن الله ان شاء الله. الحاجات اللي انتوا عايزينها كلها تقولوا لنا عليها في التعليقات وان شاء الله نعملها لكم قريبا باذن الله. بشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.